الرحمن الرحيم. طبعا هذا الناموس الكوني الذي خلقه الله، فخلق فيه أشياء يجب أن تكون في توازن تام. خلق الحبوب النشويات والقطاني لتغذية، فيها بروتينات مرتفعة وأملاح وفيتامينات وألياف. الألياف توجد في نشويات. ثم خلق فواكه لتؤكل طازجة، فيها سكريات مضادة للأكسدة، فيتامينات، أملاح. خلق خضر كذلك تؤكل مطهية أو مطهوة، فيها ألياف خشبية، أملاح، كذلك بعض الفيتامينات ومضادات للأكسدة، فيها فيتوستروجينات كذلك. ثم خلق حبوب زيتية، منها السمسم والكتان والحبة السوداء والحب الرشاد والحلبة، ويعني البسباس، وهذه كلها حبوب تدخل في الضبط الهرموني، هذه ليست للتغذية، هذه لضبط الجسم. وخلق أعشاب هكذا نشربها، وهي لائحة طويلة، لأن أكيد. كل الأعشاب ممكن، كل الأوراق ممكن أن تشرب على شكل شيء. نعم. يعني أوراق الزيتون، أوراق الرمان، أوراق البلوط، أوراق الصنوبر، هذه اللي كنسميها احنا المردقوش أو البردقوش. هناك فرق ما بين البردقوش والمردقوش، سنخصص لها حلقة إن شاء الله. شاف لا، البردقوش هو اللي كنسميه في المغرب المردقوش، فعلا مرجلين. هذه الأعشاب كذلك تدخل في توازن الجسم، إذا لم يتناولها الشخص فتبقى ناقصة، وهذا هو الناموس الكوني الذي خلقه الله، بمعنى أنه خلق أشياء للتغذية، خلق أشياء لضبط الجسم، وخلق أشياء لحفظ الجسم من الأمراض. سبحان الله. فالشاي يدخل مع الأعشاب الترفيهية، وقد أصبحت رمز يعني كبير. لماذا؟ لأنها حلت محل الحليب عند العرب، فكان من قبل كان الضيف يستقبل بالحليب والتمر، ففي غياب الحليب أصبح الشاي يحل محل الحليب لأنه كذلك شراب. وأن الجلسة لما يكون فيها شاي فهي تحلو، وتكون جلسة يعني مريحة. ولذلك نجد أن حتى في القرآن الكريم أن الله يتكلم عن زوج بهيج، أشياء التي تعجب وتدخل البهجة، إما بشرابها أو النظر إليها أو الجلوس تحتها والاستدلال بظلها. وأنها كذلك تكلم عن زوج كريم، وهو الشيء الذي خلقه الله وأنبته من الأرض، وهو كريم معنى لا يضر، ليس فيه أي خطر. الآن الأشياء المستحدثة والأشياء المغيرة وراثيا هي تضر الناس، ولو أن هناك خطاب من يقول نعم ولا. وهذه هي سياسة الغرب، أنه دائما يجد من يقول لا ويجد من يقول نعم، وعلماء الإسلام هم الذين يجب أن يقولوا كلمتهم في هذه الأشياء. لماذا؟ لأن بدون عقيدة سنضل، والعلماء بدون العلم، بدون عقيدة خراب ودمار، ليس علم. فنلاحظ أن الدول التي وصل فيها العلم إلى أوجه بدون عقيدة أنها الآن أصبحت دول مدمرة، أصبحت دول عدوة العالم، دول مدمرة. لماذا؟ لأن لا عقيدة لها، وليس لها الضابط الشرعي الذي يضبط هؤلاء العلماء. يعني حتى في سورة النساء آية كونية تتكلم عن هذا المجموعة من العلماء التي ستعمل على تغيير الأشياء في الطبيعة، وتغيير النصائح، وتغيير الأبحاث العلمية، وتزوير الأبحاث العلمية عبر الأوساط العلمية الكاذبة. يعني هذا هو اللي كنسميهم ميديا مونسوج. يعني هناك أكاذيب، يعني الآن تقال عن الشاي ولا تقال عن القهوة، رغم أن القهوة معروفة سرطانية. لا أحد ينكر أن مكون الكافيستول الموجود في القهوة هو مكون سرطاني، هذا تحليل علمي، لا أحد يقدر على إنكاره. الكافيستول موجود في القهوة مكون سرطاني، والسافرول موجود في البزار، في الإبزار، وهو مكون سرطاني كذلك. أما الشاي ليس فيه مكون سرطاني. هذا والشاي ليس فيه كافيين، والكافيين هي المشكل الآن اللي الآن تتشكوا منه الناس. فلا لا لا، الشاي لا يشبه القهوة. نعم هو منشط لكن فيه التين، ومادة التين هي ليست سرطانية وليست يعني منشطة بالشكل الكافيين، يعني بما أنها تضرب القلب أو تؤثر على القلب. أن في سورة النساء نجد قول الله سبحانه وتعالى: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم
ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسر من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لا أضلنهم أن هاد العلماء بدون عقيدة سيضلون وأن الشيطان الآن يضل هؤلاء سيمنيهم ستحصل على جائزة نوبل وستكون أحسن باحث وإنك أنت المخترع الكبير وإنما هذه أمنية وهذه ما الآن علماء انزلقوا وذهبوا إلى أشياء خطيرة. عشبة الشاي تدخل من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لحفظ الجسم. ممكن أن نهيئ شاي من أي كما قلت من أي عشبة لكن نتكلم اليوم عن شجرة الشاي. عشبة الشاي الذي نشربه يعني كاسمه شاي وليس أي شاي كذلك لا يختلط الأمر على الناس. احنا كنقولوا له آتاي ما عرفش علاش كنقولوا له آتاي حيدنا الشين ودرنا التاء. هي آتاي كلمة أمازيغية لأن عندها أفل الأخر أتاي هي كلمة أمازيغية أتاي. فالمعروف عن الشاي هو أن الناس كيبغيو حمر قد ما كان طلق كيطلق هذاك الشيء علاش كي ملي كيردوه يغلي كيخليه واحد الوقت حتى طلق عندي هذاك الطقوس كنشلوه ونعاودوه ما عرفتش علاش كنشلوه نعم وخصو يتشلل علاش لأنه مر من الصناعة لأنه يمر من الصناعة. لا هما كيقول لك دير داك التشليلة الأولى هي الأولى كتحيدوها كتحيد المرورة هذيك المرارة لا كنخليوه نحتفظوا بها الثانية هي اللي كنحيدوها كاملة. نعم هذا هذه ممارسات على هوى الناس فقط. أما من الناحية العلمية والشاي ينقع بالماء يصب عليه ماء ساخن مغلى ثم يترك حتى يعني ينقع ويستخرج منه هذه المواد الدابغة اللي كنشوفها حمراء مواد دابغة وكل ما عرضناها للضوء هذه المواد تصبح حمراء وداكنة إلى, إلى, إلى أن تصبح داكنة لأنها تتأكسد تحت أشعة الشمس أو الضوء أي ضوء ولما تتأكسد تصبح بهذا اللون داكن لون أحمر داكن. هذه بوليفينولات موجودة في الشاي وموجودة في نباتات أخرى زيتون مثلا لما نقطعه كذلك يسود التفاح لما نقطعه يحمر البلوط كذلك البلوط لما نغليه في الماء فما أسود يسود الخرشوف لما نقطع أسود. هذه المواد الدابغة هي التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. هذا اللون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللون لأن خاصية المضادات للأكسدة التي تحبي السرطان على الجسم خاصيات هذه المواد الدابغة هي خاصية أنها تتلون أنها تغير لونها مع الضوء وهي ملونة هي أصلا ملونة. البوليفينولات كيوصلوا في الشاي من 20 إلى 30 والشاي الأخضر فيه كاتيشين أكثر من الشاي الأسود. يعني الناس اللي كيشوفوا الشاي الأسود كيكون داكن يقولوا بأنه هو مركز لا ليس مركز أكثر إنما نعم مواد دابغة حمض الطنيك والقاليك نعم كينين في الشاي الأسود ولكن الكاتيشينات هما موجودين بتركيز 20% في الشاي الأسود وكيوصلوا حتى 25-30% في الشاي الأخضر. معنى أن الشاي الأخضر اللي كيشربوه المغاربة هو شيء أحسن من الشاي الأسود اللي كتشرب في أوروبا على الخصوص. المغاربة تفل المشريق نعم المغاربة ما كيبغوش شاي أسود يعني المغاربة كانوا دائما أذكياء يعني نفس الشيء هو في تونس والجزائر والمغرب. يمكن وقيل احنا الوحيدين الدكتور إلا سمحتي نقطعك كنضيفوا النعناع وكنضيفوا ذاك الشيء نعم ولكن هي نفس الطريقة مغاربية يعني لا مغربية لا مغاربية مغاربية يعني تونس تونس والجزائر والمغرب هي منطقة واحدة وهما تقريبا عندهم نفس الطاقات ونفس أنا كنعرف ناس يعني من الجزائر كيقولوا لي يعني الشاي المنعنع ديالكم ما كاينش بحال. نعم هو اول بلد في تهيئ الشاي والمغرب. لماذا؟ لان اول بلد صنع البراد. البراد لا يوجد الا في المغرب هذه بالشكل اللي حنا كنعرفوا هذا البراد حتى ديك اللي يفرغ منها يصب منها الشاي هي مدوره وتتساوى مع البلاصه اللي كنهزوه منها اللي كنسميوه حنا لو نيفو مانوميتريك ونيفو كونستان حتى في يعني وهذا ناس اذكياء ناس يعني اذا كان دائما يبتكرون اشياء لان الحاجه تدعو إلى الاختراع. فالمغاربة كان خصم بشي حاجة للشاي مميزة فصنعوا البراد بسكروا هذا اللي كنسموه يعني تفننوا فيه البراد نعم هنا ما يتفننوا فيه كان على أشكال ولكن هو الشكل المعروف والمعهود هو لا يعني غير مثلا في الزخرفة وفي المعدن النقش ديالو في المعدن يعني. الكاتيشينات من 20 حتى 30 في البوليفينولات ثم في 320 فوسفور 320 ملي جرام فوسفور عجيب يعني هذا الفوسفور هو مهم جدا فيه تقريبا 17 ملي جرام ونص حتى 18 حديد وفيه 2000 ميلي جرام بوتاسيوم
لذلك هو مذر للبول، شرف الله قدر السامعين، والديوريتيك مذر للبول. والشاي الناس ملي كيشربوا الشاي الحقيقي، يعني الوراق ديال الشاي مباشرة هكذا من الشجرة، أنهم يعني كيلاحظوا على أن ذيك الفوليوم، ذاك الكمية، الحجم ديال البول في اليوم كيكون على أقصى، كيكون ماكس في فيه 900 تقريبا 900 واحدة ديال الفيتامين أ، غني بالفيتامين أ، ولذلك يدخل في لائحة المواد الحافظة للسرطان، لأن فيه مضادات للأكسدة تجتمع مع فيتامين أ، وفيه ثلاث فيتامينات بي واحد وبي اثنين، وفيه نياسين، هاد الثلاثة مع حمض الجاليك. هاد الكاتيشينات اللي موجودين في الشاي هما كينفعوا المرأة أكثر ما كينفعوا الرجال، يعني عجيب هذه، يعني معلومة جديدة. وعلي كما أقول نحن نتكلم بعلم، الكاتيشينات هي على شكلين، على الشكل تيفلافين التيفلافين ولا تيريبيجين، هادو بجوج كاتيشينات موجودين في الشاي. ولماذا كينفعوا النساء؟ لأن هادو كيضبطوا الهرمونات عند النساء، وكيكبحوا العامل اللي كيعطي سرطان، العوامل الداخليه، دوك لي ماركر، العوامل الداخليه اللي كتؤدي الى ان السرطان هو مفاعله بيولوجيه. طبعا كاين تاكسدات داخليه اللي كتؤدي في الاخير بالخليه ان تفقد توازنها، برمجتها، ثم تصبح هكذا تتكاثر. وحمدا من الله سبحانه وتعالى ان السرطان ولو يتكاثر بدون ان يتوقف، ولكن ليس بسرعه كبيره جدا. الا اذا كانت هناك محفزات السرطان، هاد مسببات السرطان، فكيكون حد التكاثر بسرعه. اما هناك سرطانات لا تتكاثر الا بعد 10 و 15 سنه، هناك سرطان الآن أصبحت تتكاثر بعد شهرين وثلاث أشهر. مع الأسف الشديد أن الآن تعرض الإنسان للمسرطنات وللمواد المحفزة لتكون السرطان، وأصبح اللائحة الآن تطول وتطول. هذا الشاي بالنسبة، لماذا أقول بالنسبة للنساء؟ لأنه يضبط الهرمونات بالنساء، ثم أنه كيزين البشرة، لأن كنشوف أن الهند هي أول بلد مستهلك للشاي، لأن عند السايلان، السايلان هي المنطقة أكبر منطقة منتجة للشاي، إلى الصين كذلك، يعني الهند والصين. ولكن الهنود يستهلكون شاي صباح مساء، وعندهم هذيك اللون الهندي، هذا اللون الداكن ديالهم، ولون الشاي. لاحظوا كذلك على ان الناس اللي كيكثروا من شرب الشاي كتولي عندهم واحد البشره داكنه شويه، تولي كنسميوها ملحه احنا بالتعبير المغربي. وهاد الكاتيشينات مع الفيتامين ا هما اللي كيخليو الشاي يصنف مع الأشياء التي تحبس السرطان. هناك إشاعة كاذبة، أنا أقول كاذبة ولا أساس علمي لها، وهي تقال مع الأسف الشديد لا زال من يحلم بالأطلال ديال الأشياء اللي تقرات في السبعينات، كاين الأشياء لا يواكبون البحث العلمي ولا يدخلون للشبكة العنكبوتية. ومع الأسف الشديد أن سمعت غير ما مرة على أبواق الإذاعات المغربية أن هناك من ينصح بعدم شرب الشاي بعد الأكل، وهذا خطأ كبير. ونحن نقول لهؤلاء بأن إما أن يمشوا يكملوا الدراسة ديالهم، ليس عيب، ليس عيب، أنا لا أستحي من أحد، أنا لا أستحي من أحد، لأن هذه إذاعة الحق، إذاعة محمد السادس، هي إذاعة لا تحتمل الباطل. وأنا أقول لهاد الناس اللي كيعطيو يعني نصائح هكذا مغلوطة. أولا بأن يتقي الله، ثانيا بأن ليس عيب باش الشخص يكمل الدراسة دياله، ليس عيب. احنا وخا ناقشنا شهادة الدكتوراه ما عمرنا توقفنا عن الدراسة، إلى حد الآن لا نتوقف عن الدراسة ليل نهار، وكنقضيو أكثر من 5 سوايع غير في في قراءة ما نشر. هاد الأكذوبة اللي كنقولوا للناس اتقوا الله، لأن ليس علم. علاش أقول تقوى الله؟ لأن إذاعة محمد السادس عندها طابع ديني، نحن لا نتكلم بالقانون، نحن نتكلم بتقوى الله سبحانه وتعالى. من يقول للناس لا يشرب الشاي بعد الأكل فإن إنسان جاهل، أنا أقول إنسان جاهل ولا علم له. وأنا قلت يعني غير ما مرة وصرحت، نحن مستعدون لأي حوار علمي، حيت كيقول لك ما تشربش يعني نعم أتاي. أنا أقول هذه المقولة تكمل ساعتين، هذه المقولة ما قالوهاش، لم تأتي من الطب أبدا، لا من أمريكا ولا من ألمانيا، هي لم تأتي من الطب، هي أتت من الأبحاث العلمية في كليات العلوم. كان واحد الشخص يعني طحنا في الكيمياء، نعلم أن حمض الطانيك كي يتفاعل مع الأيونات الثنائية، الأيونات الثنائية بيفالون، معنى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والمنغنيز، هذو كلهم كيتفاعل معهم حمض الطانيك. علاش؟ لأن حمض الطانيك عنده 2 تيقبط هاد الأيونات الثنائية. وهذا الحمض الطانيك إلا ضفنا ليه حديد في المختبر
يعني في وسط يعني مثالي كنسميوه حنا ميليو ايديال طبعا سيتفاعل، لكن الحديد الموجود في التغذيه هو حديد عضوي كنسميوه فيرناتيف، حديد عضوي، وان الشاي فيه 17 ديال الحديد. سبحان هو الله. نفسه فيه 17 لمن اراد ان العلم أن اراد ان يكمل دراسته، هو يحتوي على 17.5 ملي جرام حديد الشاي. فهذه الكميه الكاتيشينات والحمض التانيك والجاليك والبوليفينولات يعني ما غاديينش ياخذوا واحد الكميه كبيره ديال الحديد من الاكل. هذا باطل، انا اقول هذا باطل. فلما راوا بان حمض التانيك يتفاعل مع الحديد قالوا يجب ان لا، والنصيحه لمن اراد ان يتطلع عليها ان يطلع عليها في الشبكه العنكبوتيه، انا اقول له كيف هي منشوره الان مكتوبه بالانجليزيه هكذا. يعني ان الناس يقولون بان يجب اذا اخذت اقراص الحديد يستحسن ان لا تشرب شاي الا بعد ساعه. هكذا البحث العلمي منشور في الشبكه العنكبوتيه. وهذا صحيح. في حاله اذا اخذ الناس اقراص الحديد. نحن لا نتكلم عن، نحن نتكلم عن التغذيه. اما فيما يخص التغذيه فانا اقول لهؤلاء الذين يقولون هذه النصائح بان الناس في الباديه يعملون في الحقول من الصباح الى المساء بقطعه خبز معها شاي، معها شاي فعلا، وليس عندهم فقر الدم وليس عندهم هشاشة العظام أبدا. هذا استقراء واقعي لا ينكره أحد. الآن في البادية الناس كيأكلوا غير الخبز معها شاي، معها شاي حتى ولو كان هذاك الناس غادي يأخذوا الحديد هذا. بمعنى أولا علميا يعني ساينس أن الجسم لا يحتاج حديد بكثرة، أن الحديد الموجود في النشويات كافي للجسم. ثانيا أن الأنيميا ليست من نقص الحديد في الطبيعة، وقد قلناها مرات ومرات وبينا للناس أن الحديد نقص في الامتصاص، لأن هناك كابحات، هذه الكابحات كتخليش المصران هذا الغليظ يعني القولون يعني نعم هي تثبط وتكبح الامتصاص على مستوى هذه الخلايا ديال القولون. وليس الحديد فقط، لا يمتص الحديد والمانغانيز والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم. بمعنى ان الناس لما تكون الان في المجتمع كاين انيميا الحديد، وكاين هشاشه العظام لان، وكاين توتر عصبي. لماذا؟ لأن المغنيسيوم والكالسيوم والحديد هما يمتصوا على مستوى القولون بنفس الطريقة. وبذلك هذه المقولة يجب أن نتجنبها، ويجب أن نكون إن شاء الله هذه آخر مرة نقول للناس بأن شرب الشاي هو إيجابي وليس سلبي، لأنه يدخل في الخمس أشياء التي تحبس السرطان على الجسم. نعم. معنى هذه الخمس يدخل فيها الشاي والشعير وزيت الزيتون والكركم والثوم. الثوم هذه الخمسة الآن يجب على المصابين بالسرطان أن يكتلوا منها. هذه لماذا هذه اللائحة؟ لأنها لائحة كلها فيها مضادات للأكسدة، وعلى رأسهم الثوم والشاي. الثوم فيه الأليسين والشاي فيه هذه الكاتيشينات، وفي كذلك بوليفينات في حشوية حمض الجاليك، وفي فيتامين آ، وفيتامين آ هي مضاد للأكسدة معروف جدا. لما يكون بوتاسيوم مرتفع في شراب، ولما الجسم يتخلص من الماء يكون توازن مائي داخل الجسم اللي كنسميه هذه الواتر بالانس داخل في الجسم، فلا يكون امراض مثل ارتفاع الضغط، ولا يكون امراض القلب والشرايين، ولا يكون يعني امراض تضخم كثير من الاشياء. فهذه المكونات فيتامين ا، فوسفور، حديد، حمض الجاليك، فيتامين ب 1 2 والنياسين، ثم في بوليفينولات وفي فوسفور. 320 ملي جرام فوسفور هذا ليس يعني، ولذلك يشوفوا الناس ان ملي كيشربوا اتاي ان حتى الاعصاب ديالهم كتهدا. علاش؟ لان عندهم فوسفور، لانهم اخذوا فوسفور كيبردوا. نعم، لانهم اخذوا فوسفور. وحتى المضادات للاكسده هي من الاشياء اللي كتضبط الاعصاب، المضادات للاكسده كتضبط الاعصاب. لذلك كاينين الناس مدمنين على الشاي، اذا لم يشربوا شاي فيكون لهم توتر عصبي. واحد مثلا كتجي من الحمام كيقول لك اشرب اتاي. عليين هو يشرب اتاي. نعم، يزيل العطش، لان الماء سخون. نعم، هو الماء السخون كيحيد العطش اكثر من يزول اكثر من الماء البارد. والماء البارد اولا ما يقدروش يشربوا الناس كميه كبيره، ان الماء السخون يقدروا يشربوا كميه كبيره، ان الشاي هو يعني كيخليك تشرب اكثر.
لان اللي كاين اللي كيشرب الماء كيشرب تجربه زعما هذه بتجربه كاين اللي كيشرب كاس ديال الماء ما كيقدرش يزيد ولكن الشاي يقدر يشرب 4 الكؤوس كاين اللي كيشرب براد نعم يشرب حتى 2 بصحته وانا اقول بان نسبه هائله في الباديه ما عندهمش امراض لانهم يشربوا ايمان مزاحم مخرجه البرنامج قالت لك تشرب براد نعم جيد في الصحراء المغربيه في مدينه العيون وبوشدور والداخلة هادو عليا يشربون عندهم تي جيد عندهم شاي جيد اولا عندهم نوع اللي كيشربوه في الجنوب ماشي هو النوع اللي كنشربوه حنايا عندهم شاي جيد يعني بحكم المستهلك هم كيطلبوا واحد الجوده ديال واحد الشاي في شكل كيشربوا هذيك واحد الصندوق فيه 2 كيلو كيشريوها هكذا حنا عندنا التعليب ديال 250 غرام ديال 400 غرام هكذا هما عندهم النوع ديال الشاي هو شاي اخضر والطريقه اللي كيحضروه بها هادو سكان الصحراء هي طريقه صائبه طريقه جيده لانها تيخليوه يعني تيغفلوا عليه واحد وقت باش تستخرج هذيك الكاتيشينات وهذيك البوليفينولات يعني وفيتامين ا من اوراق الشاي اللي كيشربوها الناس. الدكتور كنظن ما غاديش نستقبل المكالمات في هذه الحلقه نظرا لعطب تقني خارج عن ارادتنا ولكن الا تصلح يمكن نستقبلوا شي 2 أو 3 المكالمات كنعتذر للمستمعين الكرام في هذه الحلقه. أنا كنت عارف الأسئلة اللي غادي تطرح مسبقا السؤال اللي غادي يجي واش نشربوا أتاي من وراء الماكلة ولا ما نشربوش وكاين اللي تيقول لك بأنه كيحيد الحديد هذا السؤال هو يقتل الحديد ولا يقتل الحديد ولا يمتص الحديد ولا ينقص من الحديد ولكن كما قلتي مع الأقراص نعم هذه هي النصيحة الآلي كاينة في أمريكا الأشخاص اللي كيتناولوا أقراص الحديد هما اللي ما خصهمش يشربوا أتاي مباشرة غير مباشرة فقط غير مثلا يدوزوا واحد ساعتين مباشرة باش يدوز هذاك الحديد من المعي اللي كاين اللي ثابت الان في البحث العلمي هو اننا كنعرفوا ان الكاتيشينات هما علاش قلت مزيانين للنساء لان هما جيدين للنساء لان الجسم ديال المراه هو جزء فيه هرمونات اكثر من الرجل المراه فايته الرجل بهرمونات ومن الاشياء اللي كتسوي هذه الهرمونات الكاتيشينات والا تسوات الهرمونات عند المراه كيوقع واحد الكبح على مستوى الانترولاكتون في الثدي في الخلايا الثدي ملي كتكبح هذا الانترولاكتون ملي بالعكس هي كتحفز وماده الانترولاكتون كتجي من لينيانات اللي فيتوستروجين وهاد لينيانات كاينين في النشويات يعني الا تبعوا المستمعين الكرام مزيان غادي يفهموا جيد لينيانات هذه فيتوستروجينات سميتها لينيان هما الياف كاينين في النشويات كاين في الشعير في الخرطان في النخال هذا القمح كاين حتى في الخضار كاين في بعض الاشياء الاخرى حتى في الحبوب مثل السمسم ومثل حبوب الكتان ومثل الحب الرشاد هذو اللينيانات كيتحولوا الى انترولاكتون على مستوى الثدي الانترولاكتون هو اللي كيحبس سرطان الثدي ما كيخليش سرطان الثدي يتكون من الى ضافت عليه الكاتيشينات ملي كيضافوا الكاتيشينات يعني كيولي هرمونوثيرابي علاش لان الفيتوستروجينات انا كاين بعض النساء ما كيعملوش لهم عمليه كيعطيهم غير هرمونوثيرابي علاش لان كيكون عندهم ذاك ريسبتور كيكون عندهم الثدي ديالهم عندهم قابليه كيكون بوزيتيف كيكون قابليه كيعطيهم الهرمونوثيرابي صافي كيجيب لا تيسير هنا طبيعيا ملي كياخذوا النساء النشويات بكثره وكياخذوا معاهم شاي يعني كيجتمعوا الكاتيشينات مع اللينيانات بمعنى كيولي على المدى الطويل يعني ماشي الناس غادي يسمعونا غادي يبقاو ياخذوا النخاله وشاي غير في الاكل ديالهم في النظام الغذائي ديالهم ولذلك الناس كلهم كيتساءلوا علاش ما كانش سرطان الثدي في الباديه الباديه ما كياكلوش اللحوم بكثره النساء في الباديه واخا عندهم البقر وكيحلبوا النساء في الباديه ما كيستهلكوش الحليب منتوجات الحليب قليل اللي كتاخذ شويه اللبن كيستهلكوش الحليب لان كيقهمهم هكذا النساء كي مع كيكونوا يحلبوا كيكونوا يمخضوا هذاك الشيء ما كياكلوش غير الريحه ديالهم هذه ظاهره المهم على الاقل عندنا احنا في الشاويه في المنطقه ديال الشاويه وقصبه هذا وذاك الشيء النساء ما كيستهلكوش الحليب كان اما الان اصبح النساء الان بكثره النصائح الكاذبه ولاو كيشربوا بزاف وهذه نصائح كاذبه لان الكالسيوم خلقه الله في كل ما خلق الكالسيوم في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بدون كالسيوم حتى الماء الذي نشرب فيه كالسيوم يمكن الحليب مركز فيه المشكل نعم الكالسيوم ديال الحديد علاش لانه كالسيوم لاتيف لانه فوسفوكازينات دو كالسيوم لانه على شكل عضوي على شكل عضوي والجسم تياخذ الكالسيوم على شكل عضوي بسرعه لان الجسم لا يمتص الكالسيوم الا ب 23% هذا علم نحن نتكلم بارقام يعني الجسم يمتص 23% من الكالسيوم الاجمالي الوجبات
اللي كياخذ الانسان الان بكثره الاكل، الوجبات الان يقدر يوصل الشخص حتى ل 400 غرام كالسيوم في اليوم بدون ان يشعر. هذا كاين اللي كيكثروا الماكله، لان يعني كاين اللي كياكل 5 و6 كيلو ديال الاكل في اليوم، وهذا خراب ودمار. هذا لان لو كان ثلاث عوامل، لو الناس حافظوا على ثلاث عوامل، نكمل بعد الجمله المعطيات حول الباديه. حول الباديه النساء كان سرطان كاين نعم ولكن قليل. بعض الاطباء يقولوا بان لان ليس هناك تشخيص، لا، لان لا احد يصبر على المرض ديالو صافي. ان السيده ملي غادا تحس بحاجه في الثدي ديالها غادا تجي عند طبيب، ولكن هذا غير تفسيرات جانبيه ليست تفسيرات حقيقيه. حقيقه الامر على ان الباديه ما كياكلوش مواد صناعيه، انهم يطبخون بزيت الزيتون، ولازم انا اتمنى يبقوا على هذا النمط العربي هذا، انهم يطبخون بزيت الزيتون، انهم لا ياكلون لحوم كل يوم، انهم ياكلون خبز يعني هذه نشويات بكثره، وزيت الزيتون والشاي. المناطق اللي كيستهلكوا فيها زيت الزيتون يعني النشويات وزيت الزيتون ليس فيها سرطان وليس فيها حتى امراض القلب والشرايين. لمشينا المناطق الجبل من صفرو من البهاليل، مشينا حتى لدمنات، هذا الاطلس اللي فيه الزيتون وفيه مسكن، لقاو الناس كيستهلكوا زيت الزيتون وكيستهلكوا نشويات بكثره، ما عندهمش كثره اللحوم، فلقاو هذه المنطقه هذه فيها سرطان نعم ولكن قليل جدا، قليل جدا، وحتى امراض القلب والشرايين قليله في هذه المناطق هذه. الا المناطق اللي دخلوها المواد الصناعيه، اللي دخلوها هذا النمط الغربي في الاكل وفي الطبخ في هذه المسائل. فهذا النظام كان حافظ الناس اللي فيه الشاي، الى اجتمع الشاي وزيت الزيتون ونشويات. كاين تناقض اخر من الناحيه العلميه. ما هو هذا التناقض؟ هو ان كنعرفوا ان النشويات فيها حمض الفيتيك، وهذا الفيتات او حمض الفيتيك هو مضاد للسرطان، هو داخل مع الالياف المضاده للسرطان، لكن حمض الفيتيك كذلك كيشد هذه الاملاح المعدنيه. كيشد الحديد والكالسيوم وكذلك. فمن قبل ما كان عندنا مشكل مع الـ 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 الاملاح مع حمض الفيتيك، لان النساء كانوا تيخمروا بالخميره البلديه، خميره الحامضه. هذه الخميره البلديه هي اللي البحث اللي نشرناه في المجله ديال منظمه الصحه العالميه حول يعني ممكن تفادي الانيميا بطرق يعني تهيئ الطعام، غير طرق لي بريباراسيون، طرق تهيئ الطعام في المغرب. وهذا البحث اسفر عن نتيجه كبيره وعاليه، نتيجه مهمه، هو ان هذه الخميره البلديه او الخميره الحامضه هي فيها البكتيريا اللبنيه حمضيه، هذو البكتيريات اللي كتخمر. كنلاحظوا على ان الخميره كتعطي خبز حامض، هذه الخميره الحامضه، وهذه البكتيريا اللبنيه تحل حمض الفيتيك. ملي كيتحل حمض الفيتيك انه كيعطي يحرر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، ولذلك ما كانش عن مشكل ديال الحمض. الان اصبح حمض الفيتيك، علاش؟ لان الخبز اللي كنتناولوا حنا اللي كنسميوه بانيفيكاسيون ديريكت، الناس اللي كيزيدوا الخميره والملح والماء ثم كيعجنوا، هذه الطريقه هذه ما بقاش الخبز حامض، بمعنى ان البكتيريا اللبنيه ما بقاش الدور ديالها تبطل، فظهرت اعراض على مستوى القولون، لان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتعطي هي اللي كتعاود تحيي هذيك الفلورا ديال القولون اللي كنسميوه حنا البروبيوتيك، حيت كاين بريبيوتيك وبروبيوتيك، يعني ما تتغذى عنه البكتيريا اللبنيه، يعني هو يعني منها هذه الاشياء. ملي كتكون البكتيريا البروبيوتيك، هذا الحادث ديال البروبيوتيك هو اللي كيحفظ الجسم من جميع الامراض، هو اللي الان الباحثين كيراهنوا عليه، اللي نشرنا فيه احنا بحث هذا حول السيكوك وحول الخميره البلديه. علاش؟ لان تلاحظوا على ان الخميره البلديه كتحمض الخبز، نفس الحموضه اللي كاينه في اللبن. اللي كنضيفوا اللبن حامض مع النشويات اللي كنسميوه حنا في المغرب سيكو، كيكون نفس المفعول ديال الخميره الحامضه، يعني الحديد كيتحرر، ما عندناش مشكل مع حمض الفيتيك في اللي كيشد الحديد بالنسبه للنشويات، ملي كان الخبز في الباديه بالخميره الحامض. الان اصبح اي شيء، وكثرت التفاسير وكثرت الاستقراءات وكثرت يعني الاسقاطات، ماشي استقراءات، اسقاطات، ان انسان يشوف حادث او يقرا شيء في الشبكه العنكبوتيه يقول لا قالوا بانك ما تشربش شاي، هذا كذب. من قال للناس ان لا يشرب الشاي بعد الاكل فانا اقول جاهل. ويجب ان يطلع على البحث العلمي، ويجب ان شويه يعود يدير واحد تحديث ابديت، واحد التحديث للمعلومات ديالو. لا لا، ماشي عيب، لا باس الشخص يمشي يقرا شويه، ماشي مشكل، العلم ليس عيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يحث على العلم، والرسول يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، ولم يقل اطلبوا الفكر.
الله ما قالش اطلبوا الفكر، على ذكر اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني العلوم نعم. الكونيه نطلبها نعم. الفكر لا نطلبه، نحن لا نحتاج فكر غربي ولا نحتاج فكر صيني. ذكرتوني قلت الصين، هذا الشاي الصيني نعم. كان ياتي من الصين دائما نعم. زراعته نعم. الان هل هناك يعني هنا المغرب موجوده زراعه الشاي؟ كانت محاولات يعني في الشمال في منطقه العريش كانت محاولات في غابه المعموره لان الشروط اللي كتنبت فيها شجره الشاي هي كتنبت في الظل خاص تكون شجره اخرى عاد تيغرسوا الشجرة الشاي تحت منها وكيبغي ماء بكثرة يعني خاص يكون تحت شجرة خاص يكون ماء خاص يكون مسقي فتقنيات زراعة في الصين وفي الهند لا تتطلب أي شيء لأن عندهم رطوبة مرتفعة الهند عندهم رطوبة مرتفعة وعندهم التربة ديالهم كتحمل والله سبحانه وتعالى وزع هذه الأشياء فشجرة أرجان لا تنبت إلا في المغرب وكذلك أشجار التمر التمر نخيل التمر لا يكون إلا في البلدان العربية ليس هناك تمر في أوروبا نعم هذه الله سبحانه وتعالى فرق هذه الأشياء ليكون هناك تواصل كما يقول الله سبحانه وتعالى أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتعارف يفسر بالزواج يفسر بهذه الحركة ديال البشر يعني من قارة لقارة ويفسر بالمعاملات التجارية ويفسر بأي شيء يعني لتعارفوا يعني كيفاش غادي نتعرفوا احنا على الصين اللي ما استوردناش منها شيء وكيفاش مثلا هذه الدول الأوروبية ما عمرها غادي تعرف التمر من المستحيل كانت غادي تعرف التمر ولكن هذا التبادل التجاري وهذا الزواج وهذه الحركة والسفر وما إلى ذلك وكتجعل هذا يدخل في هذا التعاون تكون هناك تجارة خصوصا الرواج التجاري الآن فأصبح منتوج الآن في أي بلد يصبح في السوق بأقصى سرعة يعني كنشوف على أن المنتوجات التي لم تخلق في المغرب هي منها الجينزين من نبتة الحياة ومن هذا الشاي ولكن المغرب كيستورد منهم الآن كميات كبيرة يعني حتى هذا التوابل بعض التوابل لا تنبت في المغرب مثل الإبزار مثل أشياء فهي تستورد في الدول الإفريقية موجودة في الدول الإفريقية وموجودة كذلك في الدول الآسيوية القهوة مثلا كاينة في الدول الإفريقية في كينيا وكاينة في الدول أمريكا اللاتينية البرازيل البرازيل هو أكبر يعني دولة منتجة ولكن نلاحظ كما قلت لأن هناك إعلام وهناك سياسة غذائية عالمية يعني من اللي ما هذه السياسة العالمية الغذائية العالمية تتحكم فيها شركات عظمى فهم يجعلون الأشخاص يأكلون بهوى هذه الشركات الشركة هي التي تملي على الشخص ماذا يأكل أنا نعطيك مثل أنا المثل المغرب ليس بلد منتج للقهوة لا ينتج لا قهوة ولا شيء ولكن استهلاك القهوة والشاي هو يعني يتساوى مع استهلاك القهوة والشاي في أوروبا المغرب يستهلك القهوة بنفس ولكن الشاي يفوق جميع البلدان أكبر دولة الشاي. يعني نعم. حتى الدول الشرقية المغرب يفوتها يفوق الدول الشرقية في استهلاك الشاي لأن كميات كبيرة والآن السوق ديال الشاي غادي تطلع فالقهوة الآن داخل البورصة هي الثمن ديالها كيطلع ويهبط مع البورصة مع البترول الآن هذه علاش لأن شركات عظمى متمكنة في القهوة فهي هاد الاستراتيجية ديال الإنتاج وديال المواد الغذائية خلات الشاي اللي هو صيني هندي طبعا ما دخلش البورصة يعني لا يبالون به ولكن القهوة جعلتها مادة أساسية حتى اجتماعيا على المستوى السوسيولوجي والاجتماعي فالقهوة أصبحت الآن في أوروبا وفي أمريكا يعني المشروب الوحيد لا يمكن أن يكون شيء ولا يكون أي حدث ولا يكون أي ملف يتدرس ولا يكون أي رأي يتخاذ ولا يكون أي اجتماع بدون قهوة بدون قهوة يعني فعندها نعم هي أصبحت يعني تتدخل في البنى الاجتماعية والبنى السياسية في ديال المجتمعات وحلت محل اللحوم أن العرب كانوا يستضيفون الناس باللحوم فالآن الغرب يستضيف الناس بالقهوة بحال حنا كنستضيفهم بالشاي نعم علي فهاد الأشياء الآن كنلاحظوا على أن بعيد من علم التغذية ليس هناك علم التغذية في استراتيجية الآل العالمية علم التغذية ما دخلش لماذا؟ لأن هناك صناعة غذائية تكسب وتريد أن يعني هذه المنتوجات تحل محل المنتوجات التي خلق الله سبحانه وتعالى كنشوفوا بأن الآن العصائر طبيعية اللي خلق الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عاد غادي يمشي يشري الفواكه يطحنها يحضرها يصفيها الأدمية أن غادي يخرج يلقى حاجة معلبة بنفس اللون ونفس المذاق نفس الحلاوة نفس الأشياء ولكنها ليست طبيعية إلا الماء
نعم. ليس فيها شيء طبيعي إلا الماء. المذاق ما كان نعم إلا الماء. ألين هناك من يرى مشروب أصفر أو أحمر فهو كيجي لي في باله على أنه ليمون أو برتقال وهذا لا ليس. فهنا هذا المشكل ديال الشاي الآن هو مسكوت عنه، الشاي من الأشياء المسكوت عنها. حتى أن في فترة ما كانوا يقولون أنه خطير، واحد الوقت كانوا يقولون أنه خطير، لكن العلم لا يستحي من أحد. مكونات البوليفينالات والمواد الدابغة وفيتامين أ وحمض الجاليك والكاتيشينات، هذه التيفلافين وتيريبيجين، هذه أشياء يعني في الكروماتوغرافي يعني في الآلات اللي كنحلوا بها هذه المسائل، هذه أشياء ثابتة علميا ولا أحد يقدر على إنكارها. لا ملي كنقولوا 3 في 3 مضروبة في 3 9 9 لا يقدر أحد أن يقول ليست 9، لا يقدر. ولذلك نحن في العلوم الحقة يعني هذه العلوم الكونية الحقة عندنا ثوابت نتفق عليها، يعني يكون نزعتك ولا تيار كيفما كان ولكنك تتفق عليها. لا أظن أن مثلا روسيا عندها جذر مربع 9 هو 3 وأمريكا عندها جذر مربع 9 هو 3، لا يمكن أن يختلفوا. يختلفوا في النظريات ولكن لا نختلف في العلوم الحقة. هكذا وهذه مادة الشاي أظن أننا هي تستحق حلقة كاملة ولما لا أكثر. فأنا قلت هي تدخل في لائحة الخمس الأشياء التي اللي كيخص الناس يكثروا منها اصحاب السرطانات. نعم فعلا البوتاسيوم 2000 ملي جرام، الناس اللي عندهم تصفيه هي هو الشاي مذر للبول، الاطباء كيمنعوه الناس اللي عندهم. نعم ولكن الان بداو الامريكيين كيوضحوا اكثر انهم الان كيبداو كيمنعوا البوتاسيوم قبل دياليز، يعني قبل التصفيه كيمنعوا. علاش؟ لان ممكن الشخص يمشي كوما عادي يعمل دياليز، الاطباء ما كيبغيوش الشخص يوصل لكوما عادي يعمل دياليز، كيهيئوه قبل لانه لا يعمل كوما بعدا غير المصاريف غادي تطلع عليه هو باهظه والحاله ديالو ربما غادي يمشيو ليه بعض الاعضاء اخرين. فمن الاحسن علاش كي الاطباء ملي كيشوفوا الكرياتين والور يطلع 60 و65 فوس كرياتين كيهيئوه كيعملوا له هذيك الاله في يدو علاش لا سبحان قدر الله يعني ما خرجش الماء ولا شي حاجه كيصفي. الامريكيين بداو كيوضحوا ان كيمنعوا البوتاسيوم قبل التصفيه، في المرحله اللي قبل التصفيه بواحد شهرين ولا 3 شهور ولا 6 شهور ملي كيكون الشخص واصل يعني كريتيك كنسميوه كريتيك، هذه كيمنعوا. ولكن ما بقاوش كيمنعوا البوتاسيوم بكثره الناس اللي كيصفيوه في امريكا، ما بقاوش كيمنعوا الا الاشياء اللي الناس اللي عندنا في المغرب لازم نمنعوا عليهم الاشياء اللي فيها بوتاسيوم. لماذا؟ لان كاين اللي بعيد من مركز التصفيه، هذا هو المشكل. كاين اللي في مدن نائيه الا مشى حتى عمل واحد مصيبه، الا مشى حتى طلع له هذا الاذى وبقى تم في الباديه ما غيوصلوه مثلا العياده ديال التصفيه في مدينه ما، الدار البيضاء ولا مراكش ولا اكادير ولا الرباط، ما غادي يوصلوه حتى غادي يوصلوه كوما ولا غادي يوصلوه مغيب يعني صافي يغمى عليه ولا هنا لا. يعني من الاحسن نمشيو بحذر. يتمنع البوتاسيوم هو داخل في الاشياء اللي مدره للبول، الشاي على راسها. يعني معنى انه ممنوع الناس اللي ولكن الاشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط ولا عندهم امراض القلب والشرايين هو بالعكس الشاي جيد. ولو ان فيه واحد المنشط ولكن ليس منشط قهوه. دائما كنسمعوا تقول لك انا مريض بالقلب راه منع عليا الطبيب. لا لا حاليا حتى التركيز اللي كنشربوا ديال اتاي ملي كنعملوا واحد قدر ديال الشاي في البراد ما كنعملوش كيلو ديال الشاي، كنعملوا قدر بسيط في الشاي اللي غنشربوه على شكل شراب على شكل نقي. يعني تيقول لك بانه تيطلع الضغط يهبط الضغط ما عرفتش. لا 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 هو لا لا علميا خصو يهبط الضغط، لا لان البوتاسيوم في 2000 ملغ ديال البوتاسيوم خصو يهبط الضغط. اكثر من ذلك ان البوليفينولات والمضادات للاكسده هي كتهبط الضغط، يعني نعم هي كتنزل الضغط. واكثر من ذلك في فوسفور نعم، لان هنا هنا في هنا هنا في كاين المشكل هو الناس كيشتبه عليهم الامر. ولكن من الاحسن نمنعوا واحد المادة على المرضى حسن ما هذوك المرضى يمشيوا يعملوا يعني مشكل. الناس اللي سالمين اللي ما عندهمش مشكل، حتى الناس اللي كيلاحظوا على ان توازن المائي الاطباء كيعرفوا هذا الواتر بالانس هذه ليكيليبر ادريك كيعرفوها الاطباء. ملي كيكون واحد عدم توازن مائي في الجسم اللي الشخص ما كيخرجش واحد الكميه ديال الماء مهمه هي 3 لترات ونصف الى 4 عليا على حسب، كاين اللي كيخرج 3 كله هي عليا مختلفه من شخص لاخر. من الاحسن يتناول الاشياء اللي فيها بوتاسيوم، يعني هذا اذا لم يكن لديه مشكل على مستوى الكليه ما تكونش عنده قصور كلوي.
البوتاسيوم جيد للجسم لأعراض أخرى، أن كيخلي بعد السموم تنزل. علاش؟ لأن ملي كيخرج الماء من الجسم أنك خرجت السموم الدائبة. الأشياء التي تسمى الجسم كتكون دائبة كتخرج من الجسم. الكاتيشينات كيعملوا كذلك على مستوى القولون، لأن هما اللي كنسميهم حنا الأكسيجين سكافانجر. معنى هاد الأكسيجين سكافانجر هما كيسبقوا هادوك الجذور الحرة كيسبقوها الأكسيجين، كيشدوا لها الأكسيجين. هاد الكاتيشينات كيشدوا المضادات للأكسدة، كيخليوش الجذور الحرة تتأكسد، لأن لا تأكسد كتخرب الخلايا ديال القولون. هذا فمن هذه الناحية اللي أنا يعني علاش دخل هو كأشياء اللي مضادات للسرطان، ليس معالج للسرطان، باش نكونوا واضحين. الناس كيسمعوا يقولوا غنمشي نشرب أتاي غنتعالج، لا، هي أشياء اللي كتحفظ الجسم من السرطان، والأشياء اللي ممكن تعطل السرطان، الأشياء اللي ممكن تساهم واحد شوية في العلاج. النام اللي كيكثروا الناس من الشعير، النظام الغذائي ديال المصابين بالسرطان، مع الاسف الشديد ملي كيديروا الشيميوثيرابي كيديروا هذا العلاج بالكيماوي، المناعه كتنخفض، الكريات البيضاء، الكريات الحمراء، البلاكيت، هادو الصفائح الدمويه كينخفضوا. ملي كينخفضوا لا يمكن الشخص يعمل حصه ديال العلاج كيماوي، لا يمكن. فمن جهه خاص هاد الناس ياكلوا مزيان، من جهه اخرى ما خاصهمش ياكلوا. علاش؟ لان الخليه السرطانيه تتغذى من البروتينات ومن السكر، الاكل غنلقاه اكثر من 70% يعني لحوم وسكر. كما قلت هاد الخمس اغذيه اللي لازم يكثروا منها، ماشي يكتفيوا بها، يكثروا منها، اللي هي الثوم وزيت الزيتون والكركم والشاي والشعير. نعم ولا بدا الشاي؟ لا، الشاي والشعير، نعم، هذو